فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة أيضا كثيرة تسأل عن مسألة الحجاب والنقاب، هل النقاب من الدين وهل الحجاب؟ وهذه مسألة مثل ما قلت لكم لا تثيرونها على الناس، المسلمون ولله الحمد خصوصا في هذه البلاد عاشوا قرونا طويلة على الحجاب، ولا حصل فيه أي إشكال ولا حصل فيه تعطيل للنساء، بل النساء تشتغل وهي محجبة ولا حصل فيه أي ضرر الحمد لله. فلا تثير هذه المسألة هل الحجاب واجب أو ما هو واجب، وفيه أقوال وفيه خلاف، هذا كله اطرحوه، كله اطرحوه ولا تلتفتوا إليه. نعم.